منذ تأسيسها في عام 1998، وهيئة تنشيط السياحة الأردنية تسعى جاهداً لتحسين قطاع السياحة في الأردن، خاصة لما بات لهذا القطاع من أهمية على المستوى الإقليمي والعالمي. ونتيجة للتغيير الحاصل في طريقة الحجز وأذواق المستهلكين ووجود مواقع الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، يتمحور دور الهيئة اليوم حول تغيير الاستراتيجيات المتعلقة بالتسويق. نعتمد بشكل كبير على ترويج تسويق الأردن من خلال شراكاتنا مع منصات محركات البحث العالمية، استضافة الكثير من المدونين وناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي من عدة دول، كل دول العالم بيجي، لأنه الحقيقة المحتوى اللي بيطلع من هذا المدون أو هذا الناشط للمتابعين وبيكون مؤثر بشكل مباشر، بينقل صورة حقيقية وحية عن التجارب السياحية المتنوعة والفريدة. برضو احنا اشتغلنا على موضوع اطلاق منتجات سياحية جديدة، عم نحكي عن سياحة المغامرة، السياحة العلاجية والتعافي، نحكي عن سياحة السياحة الدينية المسيحية والإسلامية، نحكي عن سياحة التاريخ والآثار، سياحة المؤتمرات. فتم تحديد هذه المنتجات وتم تحديد أدوات التسويقية اللازمة لها، لأنه كل منتج له طريقة معينة وله سوق مختلف وله فئة مستهدفة مختلفة. وهذا التنوع الموجود في الأردن من حيث المواقع والتجارب السياحية بضع الأردن من الدول اللي الحقيقة فيها فعاليات وبرامج ومنتجات سياحية بتلبي طموحات وأذواق المستهلكين. ولأن الأردن متحف مفتوح ويحتوي على أكثر من 21 ألف موقع أثري موجود، وفي بحث دائم عن مزيد من المعلومات والاكتشافات، خاصة في ظل أعمال تنقيب تكشف كل يوم حقيقة جديدة، يقع على عاتق هيئة تنشيط السياحة الأردنية مسؤولية كبيرة في إعادة دعوة الناس لزيارة بلدها أكثر من مرة بغية نشر المعرفة. المواقع الرئيسية المعروفة هي المواقع اللي احنا دائما الناس بتعرفها، زي جرش والبترا وموقع جبل القلعة وأم قيس والقلاع وقصور الصحراوية وما إلى ذلك، العديد من المواقع الأثرية. لكن هناك اكتشافات أثرية مهمة جدا إلها الحقيقة تماس مباشر مع تاريخ الإنسانية، على موضوع الحضارات الموجودة وخصوصا الأردن. من القضايا يعني المهمة جدا اللي على سبيل المثال هي تماثيل عين غزال، اللي هي أقدم تمثال موجود عمره 9000 قبل الميلاد. هذا التمثال مصنوع من الجبصين. لما تحكي الجبصين يعني هناك معادلة كيميائية حتى نعمل الجبصين، حتى نعمل التمثال. فبالتالي العمونيين أو الأردنيين هم العمونيين الأصل عمان، هم من أول اخترعوا التركيب الكيميائي لصناعة الجبصين 9000 سنة قبل الميلاد. الأردن عبارة عن متحف مفتوح، فكل شهر في عندنا اكتشاف أثري جديد. هناك بعثات أثرية وبتعاون مع دارة الأثار والوزارة السياحة، منتشر على كافة مواقع الأثرية في المملكة. فدائما في عندنا قصة جديدة نرويها، هناك دائما اكتشاف جديد، فهناك تواصل دائم وبالتالي بتحفز السائح يجي. والإعلام دور مهم، يعني حضراتكم موجودين معنا الآن بتنشروا محتوى جديد، قصص جديدة، تجارب سياحية جديدة مختلفة، وبالتالي هذا اللي بحفز يكون هناك أكثر من زيارة يعني للأردن. طبعا اللي هي زيارات متكررة للأردن هو ما نطمح له حتى نبني هاي الثقة ويكون هناك في ولاء للمنتج السياحي في الأردن. أيضا تحديات أخرى تفرض على الهيئة كما على الأردن، خاصة وأن مسار الحج المسيحي ينطلق من أرضها للعالم، فتسعى دوما لإبراز الحقائق العلمية بالتوازي مع الدينية، فتتصدى بذلك لمزوري التاريخ. هناك 34 موقع مسيحي في الأردن مذكور في العهد القديم والجديد، وبالتالي دائما أنظل أحكي كريستيانيتي ميد إن جوردن، لأنه فعلا القصص كلها بلشت وسيد المسيح لما سار على هاي الأرض وبلش بالرسالة، كل القصص المذكورة موجودة وموثقة في الكتب في الكتاب المقدس. فهذا كله بيأكد على أنه الأردن هو انطلاق المسيحية من هنا. وجود بالتأكيد إجماع المجمع الكنائسي، الفاتيكان،
كل رجالات الدين المسيحي لما يأكدوا على هناك أربع مواقع حج رئيسية في الأردن وانطلاق المسيحي في الأردن، هذا بالتأكيد هو هناك مرجعية في هذا الموضوع. الآن بلشنا نعمل على تطوير وتسويق هذه المواقع من خلال خلق تجارب سياحية، مسارات السيد المسيح، مسارات يوحنا المعمدان، القصص اللي صارت كلياتها عم نشتغل عليها من هيئة المواقع، من بنية تحتية لخدمات، وبالتالي تسهيل وإثراء تجربة الروحانية للحاج اللي بيجي على الأردن، الحاج المسيحي، بكافة المقومات الموجودة في الأردن التي ترتبط بجذور المسيحية اللي انطلقت في الأردن. هذا ويعد الأردن نموذجاً للتعايش والأخوة يدرس في العالم، على الرغم من كونه قابعاً وسط العالم العربي، فإنه لم يتردد في رسالته من التباهي والترويج للسياحة الدينية على أرضه على اختلاف منابعها، لبل يعمم ثوابته على كافة مؤسساته، ويظهر ذلك جلياً في أداء هيئة تنشيط السياحة. في هناك ثوابت مرتكزات في الدولة الأردنية، هناك رسالة عمان، هناك دور الهاشميين منذ البداية على موضوع التعايش والأخوة والمحبة والسلام بين كافة الطوائف، الأديان، الأعراق، لأنه هيك تربينا، هذا هو الأردن. الأردن اللي دائما على مدى العصور اللي كان دائما هو موئل للضيوف، واللي بيجيبوا على الأردن احنا نفتح دائما ذراعاتنا له، فبالتالي بذوب داخل هذه البوتقة الجميلة اللي بتشكل بشتى الملابت والأصول الأردن، بشكل لوحة فسيفسائية جميلة جدا تعكس حضارة الأردن، رسالة الأردن، رسالة المحبة والسلام والتآخي والتآخي والتعايش، اللي الآن احنا سطرنا فيها الحقيقة قصة جميلة بتحكى للعالم انه هذا البلد اللي ظل صامد، اللي الأردن اللي بالرغم اللي صار بالأوضاع السياسية الموجودة في المنطقة، الأردن هو اللي كان دائما وأبنائه من كافة المنابت والأصول، اللي وقف إلى جانب وطنه وقيادته الحكيمة اللي أصلا كلنا نلتف حواليها. جزء من عقيدتنا هو الإيمان بالله وكتبه ورسله، وبالتالي أي واحد ممكن يطعن في رسالة أو في ديانة أو في نبي فهو يعني يعتبر خارج من الإسلام السمح، الإسلام المعتدل. ولا يقف التعايش في الأردن على احترام الإنسان لديانة الآخر وحسب، بل يشاركه أفراحه وأتراحه، ويحافظ بدوره على تراث الآخر وإرثه، فتجد المسلم مثلاً من أوائل السواح لأماكن الحج المسيحية إذا لم يكن هو نفسه المساهم في إعمارها وترميمها. صحيح هذا، وهذا كمان بيأكد على موضوع قصة حلوة جميلة في أم الرصاص، بتمنى أنكم تزوروها. الكنائس الموجودة في أم الرصاص واللوحات الفسيفسائية اللي محفوظة كأنها الآن معمولة، من أجمل اللوحات الفسيفسائية في العالم، اللي عملها هو مسلم من أيام الدولة الأموية والعباسية، فهذا منذ التاريخ الأردن، من بداية الحضارة الإسلامية، الإسلام والمسيحية هم دائما ببوتقة واحدة، بالإنجازات والإرث الموجود زي ما حكيت في الكنائس المبنية باللوحات الفسيفسائية المسيحية، والكنائس مبنية على يد مسلمين. هذا هو الأردن، هذا هو الأردن. في نفس السياق وبإطار التحديات التي تعيشها الأردن، ولأن عدة مناطق فيها موضوعة على لائحة التراث العالمي، كان تساؤل حول مدى حرية البلد بكافة مؤسساته السياحية الرسمية والخاصة في التصرف في الأماكن الأثرية وتطويرها أو إضافة وسائل راحة للزوار دون ما تدخل من مؤسسات عالمية ترعاها بحجة الحفاظ عليها، وعلى سبيل المثال إضافة المناطيد أو التلفريك في البتراء. موضوع التلفريك مشروع مطروح موجود لكن خارج الموقع، خارج المحمية الأثرية لنقل السياح لعند مركز الزوار، أما يدخل جوا بيكون في يأثر على الموقع، وهذا الأثريين اللي بيمنعوا الحقيقة، الأثريين المختصين. كونك أنت موجود في اليونسكو فأنت يعني اعتمدت كموقع تراث عالمي، وهذا جزء من التسويق والترويج، وهناك الحقيقة اليونسكو عم تدعم، وفي هناك مشاريع للمحافظة على المواقع الأثرية بما فيها اليونسكو وغيرها، عفوا البتراء وغيرها من المشاريع، لكن هناك خصوصية للموقع الأثري، هذا خصوصية للأردنيين الأردنيين التصرف
بمواقعهم. بالضبط. فإحنا هذا الموضوع هو 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 قرار أردني بحث، قرار من وزارة السياحة والآثار للحفاظ على الموقع، وحتى سلطة تقييم البتراء التنموي السياحي ومحمية البتراء تؤكد وتشدد على عدم السماح لأي مظهر من مظاهر ممكن يتأثر ويهدد هذا الموقع الحساس جدا ومهم جدا. ويشير الدكتور عربيات في إطار الترويج للأماكن السياحية أن اهتمام هيئة تنشيط السياحة الأردنية لا يقتصر على المكان وحسب والتسويق له، إنما يبحثون عن كافة أنواع الراحة التي يمكن أن تتضمن رحلة الزائر، خاصة وأن 60% من السواح هم من الدول العربية الذين يعون أهمية الاهتمام وعادات الضيافة والكرم، فيعاملونهم معاملة المواطن الأردني، فيسهلون دخولهم دون ما تأشيرات إلى جانب تسهيلات في الحجوزات ودخول المواقع الأثرية. هناك مهرجانات، هناك فعاليات وأنشطة ترفيهية تخدم العائلة العربية، والأردن يعني خلينا نقول أخذ الطابع العائلي، وبالتالي هو جزء من الاستراتيجيتنا ورسالتنا اللي بتنعكس من خلال المنتجات والتجارب والمهرجانات اللي بنقومها حتى نخدم الساحل العربي. دائما هناك تفضيل وهناك تشديد على ضرورة تسهيل الإجراءات على المعابر الحدودية، حتى في موضوع الأمور المتعلقة في المطاعم الفنادق هناك دائما في توجيهات أنه الضيافة الأردنية الهوسبيتاليتي هي أهم شيء، بالتالي بتنعكس سمعة الأردن الطيبة، والحمد لله هذا كله عم ينعكس على سمعتنا، وبحبوا الناس يجوا عنا لكرم الضيافة الأردنية المعروف. هذا ويشكل جزء من اهتمامهم في خدمة السائح منع المحليين من استغلال قربهم للمواقع والإتجار بإرثهم أو عدم معرفة قيمته. يعني احنا قانون الأثار العام هو من أقدم القوانين وأقوى القوانين في الأردن من حيث الحفاظ على المواقع الأثرية. هناك حراسات موجودة، هناك شرطة سياحية تحمي المواقع، وبرضه هناك برنامج مع المجتمع المحلي. يعني لما أنت في إنجيجمنت تصير بين المجتمع المحلي اللي موجود جنبه الموقع الأثري مع هذول الناس، بالتأكيد بيصير هم اللي بيحموا الموقع، لأنه هذا جزء رح يستفيدوا منه، يجوا سياح وبزوروا، وبالتالي تدمير الموقع بيأثر أنه ما بيقدر يقوم بأي مشروع سياحي أو يعمل مطعم أو نزل. وبالتالي لما تشركوا في العملية بالتأكيد صار الآن هناك وعي كبير بعدم العبث بهذه المواقع. أيضاً لا يغيب عن بال الأردن أو الهيئة أمن السائح بشكل عام وعدم تعرضه لأي نوع من أنواع الاستغلال. حسب الأنظمة والتعليمات الموجودة، أي مجموعة سياحية أكثر من 5 يجب أن ترفق بشرطة سياحية، خصوصاً في موضوع الباصات والمجموعات الكبيرة، هذا لازم تكون موجودة. الأجهزة الأمنية موجودة بكافة المواقع السياحية والأثرية والشرطة السياحية وحتى الفنادق موجودة، وبالتالي حتى يشعر السائح بالأمان. دائما بيكونوا باللبس المدني، لكن بيكونوا دائما عادة ما بيكون هي موضوع حماية بقدر ما بيكون موضوع يعني من ناحية نفسية، إنه يكون السائح مطمئن إنه بأيدي أمينة، والحمد لله ما صار أي حادثة على السنوات الماضية كلها. وفي ظل عالم يتنافس في كل شيء تقريبا حتى في السياحة التي باتت بعض المجتمعات توجدها اصطناعياً إن لم تكن ضمن طبيعتها بهدف جذب السواح، يشرح الدكتور عربيات عن استراتيجية الهيئة ورؤيتها في هذا الشأن. هلأ شوف، المنتج في الأردن مختلف عن أي دولة. إحنا دائماً مكملين، إحنا نعتبر حالنا مكملين لشركائنا في الدول الأخرى، خصوصاً الدول العربية أو الدول اللي إحنا دائماً في برامج مشتركة معهم. الأردن هو مكمل للبرنامج من حيث التجارب والمنتجات التي تختلف بحيث طبيعتها ونوعيتها، وبالتالي موضوع الأثنتسيتي الموجودة في الأردن والإرث الموجود والإشي الطبيعي اللي تفضلتي فيه هو ما يميز الأردن. الأردن هناك بعتبره دائما سامبل أو عنقرة، we have it all. يعني تحكي سياحة وغابرة موجودة، سياحة تاريخ وأثار موجودة، سياحة الطبية والاستشفائية والعلاجية موجودة، سياحة المؤتمرات موجودة، فكل أنواع السياحات موجودة في دولة مثل الأردن. وبالتالي لما تطلع أنت على الشمال في غابات، بالوسط في عمان القديمة والجديدة، في الجنوب في صحراء وفي بحر، فكل
التجارب السياحية اللي بتمناها السائح موجودة، وموضوع البروكسيميتي انها خلال ساعتين بتغير انت المناخ. بتكون في عمان هلا مثلا 19 درجة حرارة، لكن خلال نص ساعة 29 بتسبح في البحر الميت. فهذا التنوع بيعطينا ميزة نسبية وميزة تنافسية. أما بعد، ومع كل التسهيلات وتغييرات الاستراتيجيات لإرضاء السائح وتأمين كل متطلباته، يؤكد مدير عام هيئة تنشيط السياحة الأردنية عن ارتفاع ما يقارب 15% في أعداد السواح بين عامي 2018 و2019، خاصة مع استحداث الطيران الداخلي المباشر، بحيث زاد الطلب بشكل كبير على مناطق الجنوب وأبرزها البتراء ووادي رم. عمان هناك طموح نرفع أكثر عدد السياح، خصوصا الاستثمارات الموجودة. هذا بنخدمه من خلال سياحة المؤتمرات والفعاليات. الآن عم نأسس أو أسسنا الكونفنشن بيرو خلال هيئة تنشيط السياحة اللي بيستقطب بروج سياحة المؤتمرات في الأردن. فإن شاء الله على كافة الأصعدة الآن عم نحاول أنه توزيع مكاسب التنمية السياحية على كافة محافظات المملكة بما فيها عمان. وفي السياق ذاته، أكدت هيئة تنشيط السياحة ممثلة بمديرها العام أن هدف الترويج للسياحة في الأردن لا يقف عند حدود رفع اسم الأردن في الوسط العربي والعالمي وحسب، بل يتضمن أيضاً تحسين اقتصاد البلد، خاصة وأنها ثرية بإرثها الحضاري المتنوع، إلى جانب رؤيتها لمستقبل الشباب وتحسينه انطلاقاً من مواقعهم السياحية المنتشرة على كافة المحافظات. فلا يضطر شبابها عند التخرج إلى البحث عن وظائف ضمن الدولة، بل حثهم ودعمهم على إقامة مشاريعهم الخاصة بإطار النشاط السياحي، كأن يكون لهم مطعم أو فندق. احنا بلشنا الآن كيجي 1 سياحة، نحكي بصراحة بشهر 11/2018 ما فتحنا خطوط الإيزي جيت والرايان إير والتشارتر، لما بلشنا نشوف في تجارب سياحية محلية. هناك دعم للمشاريع الصغيرة في المحافظات، هذا بيشغل الأردنيين. الآن نحكي على نقل نوعية في نوعية السياح اللي بيجي، اللي بصرف وبنفق في المحافظات على اللوكال كوميونيتي. هذا الآن إحنا هاجسنا الرئيسي. القطاع السياحي نسعى الآن يكون أكبر مشغل للعمالة في الأردن وحل مشكلة البطالة. السائح من برا ما بيجي فندق 5 نجوم وقعد أول يوم ثاني يوم، لكن بده فر ويروح على الأردن من الشمال للجنوب وعلى البيوت الضيافة يأكل أكل محلي. هي الأردن التي عودت محيطها أن تكون رسالة محبة وتآخي، رسالة حضارة وثقافة، رسالة ضيافة وكرم. الأردن بلدكم الثاني، في عنا مواقع كثير حلوة، في عنا المواقع المسيحية المهمة، في عنا أكل كثير طيب وزاكي زي الأكل اللبناني، وبس أكل أردني معاه في ليفر أردني، فبيختلف شوي. فأنا بعرف أنه بحبوا يجوا يجربوا الشباب شيء جديد في سياحة مغامرة في البحر الميت، اللي بالتأكيد هناك تجارب سياحية كثير. الأردن بيستناكم، وإحنا إن شاء الله بتكونوا ضيوفنا، وأهلا وسهلا فيكم بأي وقت.